نمضي إلى صحيفة الرأي العام ومنها نقرأ: كيانات بالولاية الشمالية ترفض المحصصة في تعيين الولاة. في تفاصيل هذا الخبر، أعلنت مجموعة كيانات بالولاية الشمالية رفضها لأية جهة لأية محاصصة حزبية في تعيين الولاة. وقالت: مذكرة ممهورة بتوقيعات أكثر من 10 كيانات رفعت لرئيس الوزراء والمجلس المركزي لقول حرية التغيير ورفعت له هذه التوقيعات، أنها اتفقت على مرشحها الأمين على قضاياها دكتور أحمد عبد الله خضر بحكم وجوده بها طيلة عقود والالتزامه الصارم بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، لا سيما إعلان قول حرية والتغيير. أضافت المذكرة أنهم فوجئوا على نقيض رأي مواطني المنطقة بإبعاد المرشح بالمحاصصة سيئة الذكر كونه ليس حزبيا. ذات أستاذ أشرف، أول احتجاج لاختيار أحد الولاة، كيف تقرأ هذه الرسالة؟ هو واضح أنه في خلل تم فيما يتعلق بمعايير الاختيار لهذه الحكومة منذ البداية. ففي بداية الأمر كانت القوة السياسية المكونة لتحالف قوى الحرية والتغيير كانت قد قالت رأيا واضحا أنها لن تشارك في هذه الحكومة وستدفع بالكفاءات، ولكن واضح أن المسألة المتعلقة بالولايات ولاة الولايات أصبحت هي مسألة حزبية محضة، وكانت الترشيحات واضحة. هذا بالتأكيد بالنسبة للولايات سيفرز نوع من التعقيدات الموجودة أصلا في الولايات، لأن هنالك نزاعات أورثها النظام السابق فيما يتعلق بحكام الولايات، خاصة أنه كان يميل إلى إرضاء البارونات والمجتمعات المحلية وغيرها من المسائل العالية التكاليف والباهظة التي لن تستطيع قوى الحرية والتغيير دفعها ما لم تحاول حل هذه القضية عبر الاتفاق مع المكونات المحلية بالنسبة للولايات المختلفة. المعايير تم تحديدها لاختيار الولاة برأيك هل ستقود لخلافات خاصة مع ارتفاع عنصر القبلية أحد أهم مخلفات النظام السابق؟ هو بالتأكيد يعني إذا لم يتم يعني التصالح مع المجتمعات المحلية هذه المسألة ستكون هي واحدة من عبوات البارودة التي يمكن أن تنفجر في كثير من الولايات وليس الولاية الشمالية وحدها. فبالتأكيد هنالك أفضل أن يتم الاختيار من قبل المجتمعات ويتم التوافق عليه من كل الأعيان في المناطق المحددة بدلا من هذه الطريقة، حتى لو كان المرشحين حزبيون يتم الاتفاق عليهم من كل المكون المحلي وبرضا كل المكون المحلي يتم تعيينه. هل الآن قوى الحرية والتغيير على استعداد لفعل هذا الأمر؟ هو بعد أن قدم قائمة بالمرشحين لرئيس مجلس الوزراء يصعب ذلك، إلا إذا قام واستدرك رئيس مجلس الوزراء ذلك وأرجع القائمة إلى قوى الحرية والتغيير مرة أخرى لتراعي فيها هذه الجوانب المهمة. الآن هل رئيس الوزراء سيفعل هذا الأمر أيضا؟ هذا السؤال قائم. هذه افتراضية طبعا، من الصعب جدا أنه أن أجيب عليها، ولكن المسألة تحتاج يعني هنالك تسريبات تتحدث عن أن رئيس مجلس الوزراء بالفعل أرجع القائمة إلى قوى الحرية والتغيير مبديا كثير من الملاحظات حولها.